بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أبناء الطلاب، طلاب الصف التاسع، إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. بداية نرحب بكم ونقوم بشرح دروس العلوم لهذا العام، ونبدأ بدرس التكاثر في الإنسان. نبدأ درسنا اليوم إن شاء الله التكاثر في الإنسان، ونعرف أجهزة أو الأجهزة المسؤولة عن عملية التكاثر في الإنسان. هنبدأ بداية بشرح مفهوم التكاثر. مفهوم التكاثر الذي شرعه الله سبحانه وتعالى للكائنات الحية لسبب ضمان واستمرارية الحياة. يبقى بداية نعرف التكاثر، عملية حيوية تقوم من خلالها الكائنات الحية بإنتاج أفراد جديدة من النوع نفسه لضمان استمرارية الحياة. يبقى هنا نعود لمفهوم التكاثر مرة أخرى ونقول عملية حيوية تقوم بها الكائنات الحية. إذن التكاثر بالكائنات الحية كإنسان، كحيوان، كنبات، هذا المقصود بكلمة كائنات حية. طيب، هذا أو هذه الكائنات الحية بتقوم بإنتاج أفراد جديدة من النوع نفسه لضمان استمرارية الحياة. بداية لابد نعرف هل التكاثر يتم في الإنسان والحيوان والنبات كنوع واحد، ولا هناك أنواع للتكاثر؟ سنجد هناك نوعان من التكاثر: التكاثر اللاجنسي والتكاثر الجنسي. وهنا المقصود بكلمة التكاثر اللاجنسي مثل ما يتم في الخميرة بطريقة تسمى طريقة التبرعم، والمقصود هنا فرد واحد يكفي لإتمام عملية التكاثر. هذا المقصود بكلمة لاجنسي، يقوم به فرد فقط لإنتاج عملية التكاثر، كمثال الخميرة في بطريقة التبرعم. أما التكاثر النوع الثاني اللي هو محور درسنا إن شاء الله، اللي هو التكاثر الجنسي، وكلمة الجنسي هنا المقصود فيه يشترط وجود فردان ذكر وأنثى، سواء في الإنسان سواء في الحيوان، يتم وفي النبات نفس الشيء، هناك بعض النباتات المذكرة والمؤنثة نفس الشيء، حتى في الزهرة نفسها هناك الطلع المذكر والمتاع بيقوم بدور المؤنث، فيتم عملية التكاثر الجنسي. إذن التكاثر الجنسي شرط أن يكون هناك فردان كذكر وأنثى، أما اللاجنسي يكتفي فرد واحد بإتمام عملية التكاثر. هنبدأ التكاثر الجنسي وسنأخذ مثال الإنسان. بداية نعرف أجهزة التكاثر في الإنسان. هنبدأ بالذكر اللي هو الجهاز التناسلي الذكري للإنسان، وده خاص بالذكر طبعا سواء حيوان أو إنسان. احنا اليوم هنتكلم على الإنسان كمثال. هنبدأ بالجهاز التناسلي للذكر. هنبدأ ببداية من عند المثانة فوق هنا ده، ثم عندي في هنا بتسمى حوصلة منوية، ثم عندي طبعا غدة أو غدة البروستات، وعندي هنا القضيب، وعندي هنا الخصية، ويحيط بها كيس الصفر. كل دي الجهاز التناسلي مع ملحقاته، لكن أنا يهمني الأجزاء الرئيسية في موضوع عملية التكاثر. هنبدأ بالخصيتان، نبدأ بهذه الخصية اللي عليها السهم ده، وبيحيط بها البربخ موجود هذا، وده له فايدة وده له فايدة هناخدها الحين، وده شكل الحيوان المنوي. يبقى نبدأ مكونات الجهاز، نعود تاني للجهاز التناسلي، صورة الجهاز التناسلي. يبقى ده كيس الصفن وله فايدة انه بيحيط بالخصية، والبربخ نفس الشيء له وظيفة، وهنعرف وظيفة البربخ الحين، وظيفة الكيس الصفن، وظيفة الخصية، وظيفة كل جزء من أجزاء الجهاز التناسلي للذكر. هنبدأ رقم واحد بالخصية، الأجزاء الرئيسية المهمة في الجهاز التناسلي للذكر. نبدأ الإنسان أو الذكر له خصيتان.
ايه وظيفه الخزيتان؟ طبعا لما نرجع ناخد وظيفه الخزيتان هو انتاج الحيوانات المنويه والهرمونات الذكريه. نعرف شكل الخزيتان اولا ثم نعود لوظيفه الخزيتان. تعتبران الجزء الرئيسي من الجهاز التناسلي الذكري في الانسان، وهما غدتان بيضاويتان تقعان خارج الجسم، والله سبحانه وتعالى له حكمة في ذلك. إنه حكمة في ذلك، الحكمة في ذلك إن طبعا الخصيتان خارج جسم الإنسان حتى تحافظ على درجة حرارتهما أقل من درجة حرارة جسم الإنسان، حتى تعيش أو تستطيع الحيوانات المنوية العيش. يبقى تعتبران الجزء الخصيتان هما الجزء الرئيسي في الجهاز التناسلي الذكري في الإنسان، وهما غدتان بيضاويتان تقعان خارج الجسم. وتتكون الخصية من مئات من الأنابيب المنوية ويغلفها كيس الصفن الذي يعمل على حمايتها. إذا نعود مرة تانية بسرعة كده للصورة اللي موجودة أمامك، هتجد الخصية يحيط بها كيس الصفن لحمايتها لأنها خارج الجسم، ولو وجودها خارج الجسم حتى يكون درجة حرارتها أقل من درجة حرارة الجسم، تكون درجة حرارتها أقل من درجة حرارة الجسم. يبقى عرفنا الخصيتان وظيفة كيس الصفن، هنعود لوظيفة الخصيتان. وظيفة الخصية وهرمون التستوستيرون، إيه علاقتها بهرمون التستوستيرون؟ طبعا الخصية وظيفتها الرئيسية إنتاج الحيوانات المنوية وهرمون التستوستيرون اللي هو هرمون الذكورة المسؤول عن الصفات الذكرية للذكر، ده اللي بينتجه الخصية. الخصية وظيفة الخصية إنتاج الحيوانات المنوية وهرمون التستوستيرون اللي هو هرمون الذكورة. وظيفة هرمون التستوستيرون قلنا مسؤول عن المظاهر الجنسية الذكرية أو ما يعرف بمظاهر البلوغ عند الذكر، ومنها هو المسؤول عن خشونة الصوت وظهور الشعر في أماكن مختلفة، وطبعا اتساع عظام الصدر مع الاحتلام أي خروج المني من الإنسان أثناء النوم. ده بيسمى الاحتلام اللي هي مظاهر البلوغ عند الذكر، أي الإنسان بيبدأ من سن الذكر من سن 13 ل 15 سنة يظهر عليه هذه العلامات، اذا هو قادر على التزاوج والتقاصر في هذه الحالة لانه اصبح بالغا. يبقى دي وظيفة هرمون التستوستيرون مسؤول عن المظاهر الجنسية الذكرية او ما يعرف بمظاهر البلوغ. نروح للجزء شكل الخصية. شكل الخصية ده خدنا كمقطع خصية لنرى شكله ووظيفة الخصية. ده الخصية شكله عند الإنسان الذكر، ده الداخل الأنابيب أو البيبات زي ما بيقول لك عليها هنا في الكويت، بيبات أو أنابيب. هذه الأنابيب الملتوية مئات الأنابيب داخل الخصية، بيحيط بها كيس من الصفن من الخارج، ثم البربخ، وهذا البربخ له وظيفة اللي هو تخزين الحيوانات او المنويه او السائل المنوي التي ينتجه الخصيه. الخصيه بتنتجه فيخزنه في البربخ. نروح للقناتان الناقلتان. كل خصيه فيها طبعا قناه ناقله بها انابيب، او الخصيه بتحتوي على انابيب كثيره ملتويه تعرف طبعا بالبربخ متصله بالخصيه، يخزن فيها الحيوانات المنوية وتنقلها إلى القناة البولية التناسلية. شكل القناتان الناقلتان هنشوفها في الرسمة اهي. أدي قناة ناقلة موجودة اهي، وأدي القناة الأخرى موجودة. ده كيس المثانة التي يمتلئ بالبول. ودي غدة البروستات، والاثنين هدول بيسمى غدة قبا. هذا اللي عليه السهم. وهذا حوصلة منوية. إذا وظيفة البربخ هو تخزين الحيوانات المنوية ونقلها إلى القناة البولية التناسلية. الغدد الملحقة بالجهاز التناسلي، طبعا عنده غدد ملحقة اللي هي الحوصلتان المنويتان، ده بتسمى غدة ملحقة.
هي وظيفتها وظيفة الحوصلة تقوم بإفراز سائل، هذا السائل الغني بالمغذيات يسمى السائل المنوي. يعني الحوصلتان المنويتان هما اللذان يفرزان سائل غني بالمواد المغذية اللي بتسمى السائل المنوي. طيب ما فائدة هذا السائل المنوي؟ طبعا نروح لغدة البروستاتا هنجد وظيفتها تفرز سائل لتغذية الحيوانات المنوية. إذا هذا السائل المنوي بيفرز بيتم إفراده لتغذية الحيوانات المنوية حتى يستطيع الحياة ويكون قادر للوصول للبويضة حتى يتم تلقيحها ويحدث التقاصر أو عملية الحمل. نروح لغدة أو غدتا كبر، وظيفتها طبعا الرئيسية تفرزان السائل القلوي. بيعمل هذا السائل على معادلة الوسط في مجرى البول ليكون وسطا مناسبا لمرور الحيوانات المنوية. عملية التوازن ما بين الحمضي والقلوي حتى يتم مرور الحيوان المنوي ليصل إلى البويضة ويستطيع العيش والتغذية في أمان داخل هذا السائل. يبقى وظيفة الغدة الكبر أو غدة كبر طبعا تفرزان سائل قلوي يعمل على معادلة الوسط في مجرى البول ليكون وسطا مناسبا لمرور الحيوانات المنوية. آخر جزء في جهازنا التناسلي اللي هنتكلم عليه اللي هو القضيب، والقضيب موجود في الجهاز التناسلي للذكر، هو عضو تمر بداخله قناة بولية تناسلية البول اللي بيخرج البول. طيب هل وظيفته القضيب إخراج السائل المنوي بالإضافة إلى البول بس في زمنين مختلفين؟ يعني السائل المنوي بيخرج في وقت يختلف عن وقت البول، لا تستطيع التبول وإخراج السائل المنوي في وقت واحد. يبقى دي وظيفة القضيب اللي هو إخراج السائل المنوي بالإضافة إلى البول في زمنين مختلفين. شكل الجهاز التناسلي في النهاية اللي هو اللي احنا بدأناه ده القضيب وهذا الخصية، هذول الجزئان الرئيسيان في الجهاز التناسلي بالإضافة إلى غدة الكبر والقنوات الناقلة وعندك البروستات، كل دي مكونات الجهاز التناسلي للذكر. يبقى بنهاية الدرس اليوم أو بنهاية درس الجهاز التناسلي ندعوكم طبعا إلى الدراسة والمراجعة حتى نبدأ حصتنا القادمة إن شاء الله بمراجعة على ما سبق دراسته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلاب، إلى حصة قادمة إن شاء الله.